قوة مرعبة تضاهي قوة جيوش نظامية وبتعداد يصل إلى عشرات الآلاف، قادرة على إلحاق الضرر الكبير بإسرائيل والوصول إلى العمق الإسرائيلي وضرب الأهداف وتدميرها بشكل هائل. إنها منظومة صواريخ حزب الله والتي تتعدد أنواعها بين صواريخ مضادة للدروع وأخرى أرض أرض وصواريخ دقيقة ذات قدرات تدميرية عالية. الصواريخ المضادة للدروع تقدر بعشرات الآلاف ويتراوح مداها ما بين 3 و15 كيلومتراً كالار بي جي ومنظومة ثأر الله، وهي عبارة عن صواريخ كورنات مضادة للدروع تتألف من منصتي إطلاق يصل مداها إلى 5 كيلومترات وتتميز بسهولة التحرك والمناورة. استخدمها حزب الله في الاشتباكات مع الجيش الإسرائيلي واستهداف الدبابات والآليات. بركان هو صاروخ فقير قصير المدى يحمل رؤوسا حربية تزن ما بين 300 إلى 500 كيلوغرام من المتفجرات. طوره الحزب ليصل إلى مدى 10 كيلومترات وله قدرات تدميرية كبيرة، إضافة إلى راجمات إطلاق الصواريخ. صواريخ أرض أرض تطورت بشكل كبير بعد حرب تموز، يمتلك الحزب عشرات الآلاف منها، وأبرزها صواريخ جراد التي يصل مداها إلى 20 كيلومترا، وصواريخ كاتيوشا روسية الصنع التي يصل مداها إلى 40 كيلومترا وتحمل رأسا حربيا يزن 20 كيلوغراما، وصواريخ فجر 1 و2 التي يصل مداها إلى 50 كيلومترا. صواريخ رعد يتراوح مداها ما بين 60 إلى 70 كيلومترا، وصواريخ فجر 3 و5 يصل مداها إلى 75 كيلومترا برأس حربي يزن 90 كيلوغراما. صواريخ خيبر ورعد يصل مداها إلى 100 كيلومترا برؤوس حربية تزن 150 كيلوغراما. الصواريخ الدقيقة يمتلك حزب الله عددا كبيرا من الصواريخ الدقيقة، إلا أنه لم يعلن عن تفاصيلها، ووفقا للتقارير فإن حزب الله يعمل على إضافة أنظمة توجيه إلى الصواريخ العادية لتحويلها إلى دقيقة وتعزيز قدراتها على ضرب الأهداف الاستراتيجية. ومن الصواريخ الدقيقة التي يمتلكها الحزب صواريخ زلزال 1 و2 يصل مداها إلى ما بين 160 و210 كيلومترا برأس حربي يزن 600 كيلوغراما من المتفجرات. صواريخ فاتح 110 يصل مداها إلى ما بين 300 و500 كيلومترا برأس حربي يزن 500 كيلوغراما من المتفجرات، وهي مجهزة بآليات ملاحية دقيقة تعتمد على الجي بي أس ولها قدرات عالية على التدمير. ووفقا لتقارير إسرائيلية فإن الحزب يمتلك صواريخ سكود الروسية التي يصل مداها إلى 700 كيلومتر برأس حربي يزن 150 كيلوغراما من المتفجرات. أنظمة الدفاع الجوي الصواريخ المضادة للطائرات يمتلك حزب الله منظومات عدة للدفاع الجوي، وسبق أن أعلن عن إسقاط طائرة إسرائيلية بدون طيار فوق جنوب لبنان بصاروخ أرض جو. ومن الأنظمة التي يمتلكها الحزب منظومة الدفاع الجوي من طراز SA-8 صواريخ أرض جو قصيرة المدى تتميز بمدى الاشتباك ما بين 2 إلى 9 كيلومترات. منظومة الدفاع الجوي من طراز SA-17 صواريخ أرض جو متوسطة المدى ويصل مدى الاشتباك إلى 50 كيلومترا. منظومة الدفاع الجوي من طراز SA-22 صواريخ أرض جو قصيرة المدى ويصل مدى الاشتباك إلى 20 كيلومترا مع الطائرات التكتيكية. القوة البحرية الصواريخ المضادة للسفن انظروا إليها تحترق في عرض البحر، كلمات قالها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال حرب تموز في العام 2006 عندما استهدف الحزب بارجة ساعر الإسرائيلية التي كانت تقصف لبنان من على بعد 16 كيلومترا في البحر، ليكون هذا الاستهداف هو الإعلان الأول عن امتلاك الحزب للأسلحة المضادة للسفن. ومنذ العام 2006 وحتى اليوم تطورت قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للسفن، ليمتلك منها اليوم صواريخ C-802 الصينية وياخونت الروسية المتطورة القادرة على تدمير الأهداف البحرية بدقة، إضافة إلى صواريخ نور الإيرانية التي يصل مداها إلى 20 كيلومترا.